هعمل ماسك بقى دلوقتي لتكثيف الحواجب. بقي الحاجة اللي ساحرة يا جماعة وبخبرات ناس كتير وبأبحاث كتير، القرنفل المطحون. قرنفل المطحون بيعمل حاجة حلوة قوي، هو بيخلي الدم يتدفق، فطبعا ده مهم جدا لنمو بصيلات الشعر. ايه تاني كمان بيعمله؟ هو بيغذي كمان بصيلة الشعر، فيديها كده حافز انها تنمو، فهو بيكثف مع الاستخدام، بيكثف الحواجب. طيب بعمله ازاي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن عندي هنا ادي قرنفل مطحون، هحط عليه زيت زيتون. قرنفل مطحون هحط عليه زيت زيتون اهو. عارفة القطنة الصغننة دي اللي احنا بنستخدمها احيانا علشان نعمل بيها اي شادو او ننضف بيها ودننا؟ انا عايزاها القطنة دي، انا عايزاها. هتجيبيها وبالليل خلاص انتي هتنامي، خلصتي يومك وخلاص غسلتي وشك، نضفتي بشرتك مهم جدا جدا، ورطبتيها، ما تجيش عندي ناحيه الحواجب، وهتروحي جايبه القطنه دي وحطها هنا في ايه؟ في القرنفل بزيت الزيتون، بزيت الزيتون، وتروحي حطها على الحواجب، ماشيه بيها على الحواجب، هتلاقيها غمقت. ايوه هو ده المطلوب. سيبيها بقى طول الليل وبعدين اغسليها تاني يوم مع التكرار. على فكرة مفيش منها اي خطر ان احنا نعملها كل يوم، مع التكرار انت هتشوفي ان في كثافة بقت في عندي هنا في الحواجب، وان في حتت كانت مفرغة بدأت تطلع تاني. مهم جدا الماسك ده ورائع ومتجرب ونتيجته حلوة قوي. والبقدونس لو يعني عايزين تعرفوا اكتر اكتبوا بس فوائد البقدونس. حلوة البقدونس دي للبشرة، فوائد القرنفل للشعر، بصيلات الشعر، وانت تعرفوا ان الماسكين دول من احلى الماسكات اللي ممكن تعملوها، وامنة جدا جدا جدا، فش اي خطر على بشرتنا.